بعد أن بدأت جولتنا البارحة، اليوم وصلنا إلى جسر خنزوريسك المتأرجح، يبعد عن العاصمة يربان ما يقارب 280 إلى 290 كيلو متر. هناك طريق وعر مسافة 3 كيلو متر حتى نوصل هذا الجسر. راح أصور لكم الجسر من فوق، وبعد ذلك سننزل إلى الوادي ونصور الجسر عن قرب. هذا هو الجسر المتأرجح، وهذه هي كهوف خنزوريسك. هذا الجسر يربط قرية خنزوريسك القديم مع خنزوريسك الحديث. طول هذا الجسر 160 متر ووزنه 14 طن. الآن سننزل ونصوره عن قرب. لكي تنزل إلى هذا الجسر هناك سلم يتكون من 365 درجة. هذا هو السلم اللي يتكون من 365 درجة. سننزل إلى الوادي. هسه وصلنا تقريبا منتصف الطريق، قطعنا حوالي 150 إلى 175 سلم. راح نستمر ونصور لكم الطريق، وراح نعبر الجسر المتأرجح وأيضا نصور لكم الطريق. تابعونا. أبو معتز، أنت أمام كاميرا أرارات للسياحة، أنت شنو رأيك بالجولة عن جد وبكل صراحة؟ والله الجولة لطيفة جدا، ولو مسافة طويلة بس تسوى، يعني تسوى المعاناة. تسوى المعاناة، تسوى المعاناة. بعد ما تواصل يعني تروح كل التعب منك يروح. تقريبا 380 كيلومتر. 380 كيلومتر يبعد عن يربان. شو وقت بدأت جولتكم لزيارة هذه المنطقة؟ بدأت جولتنا من أمس البارحة. زرنا شلال شاكي. شاكي بعدين ورا شاكه رحنا للجسر الشيطان. هم مكان كلش بديع ورائع ولطيف، مغرب يعني تقريبا العصر وصلنا. وبعدها بتنا بالترتيب بالاكواخ الخشبيه. اكواخ خشبيه قضينا ليله يعني ما اقدر اوصفها لكم قد رائعه. طبعا الجولات اللي نتوجه فيها عموما تبيع سنه كامله لان الطريق حتى نقدر نتوقف عدة مرات ونزوم عدة أماكن سياحية وتاريخية، يستوجب أن نتحرك ساعة بثمانية، وإلا الأيام الباقية إحنا دائما نتحرك ساعة 10 صباحا. هذه المحطة، محطة استراحة، لأن تكون من 365 درجة. هذه محطة استراحة. تحية العراق ولبنان. يحيى العراق ولبنان، الإخوان اللبنانيين هون. على راسي، على راسي، أعلى عالم. هذا هو الجسر المتأرجح. هسه احنا في بداية الجسر. هنا امامنا اللوحة مكتوب باللغة الأرمينية، مكتوب على هذا اللوحة يرجى عدم أرجحة الجسر بشكل متعمد حفاظا على الأمان. والمشي طبيعي، والمشي طبيعي المفروض يكون. يلا هسه واحد ورا الاخر نعبر على الجسر. يعني في شوية أرجح، فأنت لا يأخذكم الوهس وتأرجحوا. أنا ميت ميت. ارتفاع هذا الجسر عن الوادي 60 متر، وحتى نوصل للجسر ارتفاع من فوق السلالم من 365 سلم اللي نزلناها قبل شوية 90 متر، يعني مجموع من فوق إلى قعر الوادي 150 متر. عرض الجسر متر واحد. اعذرني.
ها والله شنو الاخبار ابو عماد حبيبي؟ انت هسه في منتصف الجسم المتأرجح، هذا الوادي العميق هذه هي الكهوف التي سكنها الأرمن القدماء، هذه قرية خنزورس القديمة. غرامات السياحة بمنتصف الجسر المتأرجح. حبيبي أخ مفيد الحمداني، حبيبي تكلمت قبل عبورك الجسر. نعم. الآن ما هو رأيك؟ والله وأنت فوق الجسر المتأرجح والجسر يتأرجح، خليني أعرف. يتأرجح وأنا أريد يعني حقيقة أريد أرجح أول حد يقبل. لا 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 هذا من باب الأبعاد. لأنه الجسر كلش جميل ولطيف بشكل، الجو يعني رائع، جو بارد ورائع، ويعني والطبيعة حوالينا، الطبيعة اللي حوالينا والكهوف هاي تشوفوها قبالكم جدا لطيفة. وهنا ايضا دير قديم، دير قديم يعني الطبيعة ما ممكن ان نوصفها، والكاميرا اذا كان بامكان الكاميرا ان تعبر عن وصف الطبيعة. الو ابو شلون وضع امك ابو ماسيس؟ الحمد لله والشكر، المهم سواحنا مرتاحين ومستمتعين. بارك الله فيك حبيبي، والله ما قصرت، والرحله صح طويله بس ممتعه للغايه جدا، وتسوى انه نسجل هذا المكان. ميت اهلا وسهلا. هاي النهاية مالتك، كانت جولة نحن الآن ممتعة في نهاية الجسر المتأرجح، وسواحنا عبروا الجسر وقسم منهم من منتصف الجسر رجعوا ما كملوا عبور الجسر، خافوا بصراحة. هذه مدخل أحد الكهوف اللي كان يسكنها الأرمن القدماء. نحن الآن في داخل أحد الكهوف في خنزورس. الكهف يتكون من عدة مقاطع أو غرفتين أو ثلاثة، هذا الظاهر هنا كانوا يعيشون عائلة كبيرة. هذا الصالة اللي احنا بيها، وهنا هذه الفتحة اللي ينقلنا إلى ينقلنا إلى هذه الصالة الثانية الغرفة الأخرى، وهنا الظاهر شوف جزء من الكهف أيضا. يا صالة أنا في السنين بلا عن السنين أمر على طبعا شنو قوة من فوق جسر المتأرجح ومن نهايته ننهي هذا الفيديو، ونأمل أن نكون وفقنا بتقديم الوصف الذي يناسبنا ويناسبكم. تقبلوا تحيات هاي دانيال قرارات للسياحة. Thank you.